السؤال رقم واحد، هذه العلامة تمنع الجولان على أ الدراجات العادية، ب العربات ذات محرك، ج العربات المجرورة باليد. أعيد، هذه العلامة تمنع الجولان على أ الدراجات العادية، ب العربات ذات محرك، ج العربات المجرورة باليد. السؤال رقم اثنين، للدوران إلى اليسار، أ وضعيتي صحيحة، ب يجب علي تغيير المسلك. أعيد، للدوران إلى اليسار، أ وضعيتي صحيحة، ب يجب علي تغيير المسلك. السؤال رقم ثلاثة، في هذه الوضعية، أ أخفض من السرعة وأواصل سيري، ب نفسح الطريق للعربة الآتية من الأمام، ج أتمتع بالأولوية بالنسبة للعربات الآتية من الأمام. أعيد، في هذه الوضعية، أ أخفض من السرعة وأواصل سيري، ب نفسح الطريق للعربة الآتية من الأمام، ج أتمتع بالأولوية بالنسبة للعربات الآتية من الأمام. السؤال رقم أربعة، ابتداء من سن 76 سنة يجب تجديد رخصة السياقة من صنفي ب وح، أ كل 3 سنوات، ب كل 5 سنوات، ج كل 10 سنوات. أعيد، ابتداء من سن 76 سنة يجب تجديد رخصة السياقة من صنف ب وح، أ كل 3 سنوات، ب كل 5 سنوات، ج كل 10 سنوات. السؤال رقم خمسة، في هذه الطريق، السيارة الزرقاء، أ توقفها قانوني، ب وقوفها قانوني، ج يجب عليها الوقوف على الحاشية اليمنى. أعيد، في هذه الطريق، السيارة الزرقاء، أ توقفها قانوني، ب وقوفها قانوني، ج يجب عليها الوقوف على الحاشية اليمنى. السؤال رقم ستة، تعلن هذه العلامات، أ تفرع طريق سيارة، ب الخروج المقبل من الطريق السيارة، ج دخول إلى طريق سيارة. أعيد، تعلن هذه العلامات، أ تفرع طريق سيارة، ب الخروج المقبل من الطريق السيارة، ج دخول إلى طريق سيارة. السؤال رقم سبعة، الضوء البرتقالي رفاف، أ نفسح الطريق إلى اليمين، ب أمر بحذر، ج أنتظر الضوء الأخضر وأمر. أعيد، الضوء برتقالي رفاف، أ نفسح الطريق إلى اليمين، ب أمر بحذر، ج أنتظر الضوء الأخضر وأمر. السؤال رقم ثمانية، الرؤية منعدمة في هذا المنعرج، يجب استعمال المنبه الصوتي قبل التوغل فيه، أ نعم، ب لا. أعيد، الرؤية منعدمة في هذا المنعرج، يجب استعمال المنبه الصوتي قبل التوغل فيه، أ نعم، ب لا. السؤال رقم تسعة، لملأ خزام الساحل باللور يستحسن استعمال، أ مواد تنظيف منزلية، ب ماء عادي، ج سائل خاص. أعيد، لملأ خزام الساحل باللور يستحسن استعمال، أ مواد تنظيف منزلية، ب ماء عادي، ج سائل خاص. السؤال رقم عشرة، يمكنني مواصلة السير إلى الأمام، أ نعم، ب لا. أعيد، يمكنني مواصلة السير إلى الأمام، أ نعم، ب لا. السؤال رقم 11، هاتف النجدة مرتبط مباشرة بي، أ بالمستشفى، ب بالطبيب، ج بالشرطة أو الحرس الوطني. أعيد، هاتف النجدة مرتبط مباشرة بي، أ بالمستشفى، ب بالطبيب، ج بالشرطة أو الحرس الوطني. السؤال رقم 12، يرتكب سائق عربة تحت الضجيج يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة 50%، أ مخالفة عادية، ب مخالفة خطيرة، ج جنحة. أعيد، يرتكب سائق عربة تحت الضجيج يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة 50%، أ
مخالفة عادية، ب مخالفة خطيرة، جيم جنحة. السؤال رقم 13، حركة الجولان معطلة أمامي للسير إلى الأمام. أ يسمح لي الضوء الأخضر بالمرور، ب لا يمكن التوغل في المفترق. أعيد، حركة الجولان معطلة أمامي للسير إلى الأمام. أ يسمح لي الضوء الأخضر بالمرور، ب لا يمكن التوغل في المفترق. السؤال رقم 14، يجب أن تشاهد على بعد 100 متر على الأقل عندما تكون مضاءة بأضواء الطريق. أ أضواء الوضعية، ب أضواء الفرملة، جيم التجهيزات العاكسة للنور. أعيد، يجب أن تشاهد على بعد متر على الأقل عندما تكون مضاءة بأضواء الطريق. أ أضواء الوضعية، ب أضواء الفرملة، جيم التجهيزات العاكسة للنور. السؤال رقم 15، يمكنني أ الوقوف بكيفية تكون فيها العجلتين من الجهة اليمنى فوق الرصيف، ب الوقوف بجانب الرصيف، جيم التوقف فقط. أعيد، يمكنني أ الوقوف بكيفية تكون فيها العجلتين من الجهة اليمنى فوق الرصيف، ب الوقوف بجانب الرصيف، جيم التوقف فقط. السؤال رقم 16، في هذه الوضعية العلامة الموجودة فوق أ تمنع المجاوزة، ب لا يمكنني المجاوزة، جيم يمكنني المجاوزة. أعيد، في هذه الوضعية العلامة الموجودة فوق أ تمنع المجاوزة، ب لا يمكنني المجاوزة، جيم يمكنني المجاوزة. السؤال رقم 17، لمواصلة السير إلى الأمام، أ نفسح الطريق للسيارة، ب أواصل سيري. أعيد، لمواصلة السير إلى الأمام، أ نفسح الطريق للسيارة، ب أواصل سيري. السؤال رقم 18، في هذه الوضعية يخفض الحد الأقصى للسرعة ب أ 10 كيلومتر في الساعة، ب 20 كيلومتر في الساعة، جيم 15 كيلومتر في الساعة. أعيد، في هذه الوضعية يخفض الحد الأقصى للسرعة ب أ 10 كيلومتر في الساعة، ب 20 كيلومتر في الساعة، جيم 15 كيلومتر في الساعة. السؤال رقم 19، في صورة عدم توقف النزيف الدموي رغم الضغط اليدوي المباشر بمكان الإصابة، أ ألتجئ إلى نقطة الضغط، ب ألتجئ إلى الرباط الضاغط، جيم نوضع المصاب في وضع الضمان الجانبي. أعيد، في صورة عدم توقف النزيف الدموي رغم الضغط اليدوي المباشر بمكان الإصابة، أ ألتجئ إلى نقطة الضغط، ب ألتجئ إلى الرباط الضاغط، جيم نوضع المصاب في وضع الضمان الجانبي. السؤال رقم 20، أمر قبل العربات القادمة من اليمين، أ نعم، ب لا. أعيد، أمر قبل العربات القادمة من اليمين، أ نعم، ب لا. السؤال رقم 21، تعلن هذه العلامة على أ مركز شرطة على بعد 250 متر، ب مأوى للوقوف على بعد 250 متر به مركز هاتف. أعيد، تعلن هذه العلامة على أ مركز شرطة على بعد 250 متر، ب مأوى للوقوف على بعد 250 متر به مركز هاتف. السؤال رقم 22، يمكنني مجاوزة السيارة هذه من اليمين، أ نعم، ب لا. أعيد، يمكنني مجاوزة السيارة هذه من اليمين، أ نعم، ب لا. السؤال رقم 23، في مرتفع مسافة الفرملة، أ تنقص، ب لا تتغير، جيم ترتفع. أعيد، في مرتفع مسافة الفرملة، أ تنقص، ب لا تتغير، جيم ترتفع. السؤال رقم 24، عند السير في الاتجاه المعاكس للجولان في الطريق السيارة أتعرض إلى خصم من رصيد رخصتي، أ 3 نقاط، ب 4 نقاط، جيم 6 نقاط. أعيد، عند السير في الاتجاه المعاكس للجولان في الطريق السيارة أتعرض إلى خصم من رصيد رخصتي،
أ 3 نقاط، ب 4 نقاط، ج 6 نقاط. السؤال رقم 25، يجب الإعلان دائما عن الشروع في المجاوزة حتى في صورة عدم وجود عربات أخرى؟ أ نعم، ب لا. أعيد، يجب الإعلان دائما عن الشروع في المجاوزة حتى في صورة عدم وجود عربات أخرى؟ أ نعم، ب لا. السؤال رقم 26، يتمثل دور مصفات الهواء في أ تبريد محرك العربة، ب منع دخول الغبار إلى محرك العربة، ج ضمان تصفية الوقود عند الاحتراق. أعيد، يتمثل دور مصفات الهواء في أ تبريد محرك العربة، ب منع دخول الغبار إلى محرك العربة، ج ضمان تصفية الوقود عند الاحتراق. السؤال رقم 27، عند الدوران إلى اليسار أمر في المرتبة أ الأولى، ب الثانية، ج الثالثة. أعيد، عند الدوران إلى اليسار أمر في المرتبة أ الأولى، ب الثانية، ج الثالثة. السؤال رقم 28، ينجر عن عدم استعمال الأضواء عند وجود ضباب أ خطية مالية، ب سحب رخصة السياقة، ج التوقيف الفوري للعربة. أعيد، ينجر عن عدم استعمال الأضواء عند وجود ضباب أ خطية مالية، ب سحب رخصة السياقة، ج التوقيف الفوري للعربة. السؤال رقم 29، وراء هذه العربة يجب استعمال أ أضواء الوضعية فقط، ب أضواء المقاطعة، ج أضواء الطريق. أعيد، وراء هذه العربة يجب استعمال أ أضواء الوضعية فقط، ب أضواء المقاطعة، ج أضواء الطريق. السؤال رقم 30، يمنع الدخول لهذا الناج على العربات الناقلة لي أ مواد خطرة، ب مواد غذائية تتعفن بسرعة، ج مواد قابلة للالتهاب فقط. أعيد، يمنع الدخول لهذا الناج على العربات الناقلة لي أ مواد خطرة، ب مواد غذائية تتعفن بسرعة، ج مواد قابلة للالتهاب فقط.